السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول لو الإنسان مسافر وطبعا يقول يقصر يصلي الشفع والوتر؟ لا، شوف يا إخواني، أربع سنن لا تسقط لا في الحضر ولا في السفر، احفظوها وعوها وانقلوها. أربع سنن دلت الآثار عليها لا تسقط حضرا ولا سفرا: الأولى قيام الليل، الثانية الوتر أو الوتر، الثالثة الضحى، الرابعة ركعة الفجر. هذه سنن لا تسقط لا حضر ولا سفر. المسألة الثانية، نقول السفر الذي يقصر فيه هو الذي يكون مدة الإقامة فيه 96 ساعة، إذا زدت عن ذلك فأنت متم منذ قدومك إلى البلد. هذا الراجح في أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وقال أهل العلم: وإذا نزلت والمسجد بجوارك أفضل تصلي مع جماعة المسلمين. هذا اختيار سماحة ولد الشيخ باز رحمة الله على الجميع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.